مباراتين فقط بتفصلنا عن حلم الصعود للمونديال. كل الجمهور المصري بيترقب المباراة المهمة بين منتخب مصر ومنتخب السنغال اللي هتقام بكرة في استاد القاهرة بحضور 60,000 مشجع، واللي بتعتبر الخطوة الأولى للصعود، وإن شاء الله نكملها في السنغال يوم 29. نزلنا بكاميرا الحياة اليوم نشوف رسائل الجمهور للمنتخب وتوقعاتهم للمباراة. توقعاتك ايه لماتش مصر والسنغال؟ باذن الله يخلص 2-0 للمنتخب. ان شاء الله الرجاله تكون قد المسؤوليه وتقدم لنا ماتش حلو ان شاء الله، وهنكسب ان شاء الله 2-0. نكسب هنا ونتعادل هناك على 50-50. ما فيش يعني ان انا هكسب او هصعد، وما فيش ان انا هخسر خالص. ان شاء الله يعني نكسب باي فريق ايجابي لينا ان شاء الله 2-1 3-2. ان شاء الله نكسب هنا 2-0 ونتعادل هناك 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله مصر هتكسب على الاقل يعني 1-0. اتوقع المباراه تخلص 0-0. ان شاء الله المنتخب المصري يفوز 2-0 باذن الله، محمد صلاح وتريزيجيه. ان شاء الله 2-0 ونكسب باذن الله ونفرح كلنا. لو حبينا نوجه رساله للاعيبه المنتخب قبل ساعات من الماتش نقول لهم ايه؟ ان شاء الله عندنا ثقه في اللعيبه، يعني اللعيبه رجاله. لو لعبنا برجوله هنكسب وهنصعد باذن الله. يقدوا كويس ويقاتلوا في الملعب. الناس عايزه تفرح، فبالله عليكم يعني امانه في رقبتكم ان انتوا تفوزوا النهارده وتصعدوا ان شاء الله. ربنا معاكم ان شاء الله وتلعبوا ان شاء الله بروح فينا وكده. ربنا معاك، متعوض اللي حصل الماتش اللي فات باذن الله، وان شاء الله يكون خير. حطوا طموح الشعب المصري كله قدامكم، لان ده حلم 100 مليون. كل رجاله في الملعب ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله الجمهور هيبقى داعم للعيبه باذن الله. كل رجاله وناخد حقنا. شدوا حيلكم وما تخافوش من حاجه يعني، وان شاء الله خير. حافظوا على الهدوء بتاعهم في الملعب والتزموا بتعليمات المدرب. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم ان شاء الله. لازم كلنا نبقى عندنا طموح عالي ان احنا نوصل لكاس العالم باذن الله.